نارين بيوتي تثير فضول المتابعين بمن هو حبيبها الجديد. شاهدوا المزيد من التفاصيل. تفاعلت اليوتيوبر نارين بيوتي بالأمس بعدة ستوريات من رحلتها إلى اليونان، وأغلب المتابعين تساءلوا من كان معها في هذه السفرة. فهناك من توقع أن يكون موظف، وهناك من توقع أيضا أن يكون شخص آخر، حيث ظهرت نارين وهي تقول الرب بحبك، والجميع أصبح متحمس لمعرفة تفاصيل هذه الرحلة. وأيضا من جهة أخرى ظهر شيرو والمصور بيتر في دبي مع غيت مروان وهم يلعبون كرة القدم في وقت سفرة نارين بيوتي. ويذكر ايضا ان اليوتيوبر غيت مروان سافر الى السويد وقت سفرة نارين بيوتي. ويظل احتمال اخير ان يكون موفلوكس، الذي اجمع اغلب المتابعين ان موفلوكس من اليوتيوبرز الذين يقومون بنشر ستوريات قديمة على منصة الانستغرام. رأيكم بخصوص هذا الخبر؟ Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm.